قطر مصر يجي على الرصيف ده؟ ايوه يا حاج ان شاء الله. طيب ايه يابا، ما كانش لازم اسالك ده. مفيش حاجه يا سعيد، بنطمن. تطمن على ايه يابا؟ مش انا مسافر معاك اهو، ولا انت مسافر مع قفه عيش؟ طب خلاص يا سعيد، ما تزعلش نفسك، انا مش هفتح بقي تاني. طب استريح انت هنا على بجيب التذاكر. روح يابا. يا بتاع الصميد، تعال. ايوه يا عم الحاج، تعال قوم راحت. هات يا ابني من اللي معاك ده. ازيك يا عم عوض؟ قول لي، هي تذكره الدرجه الاولى لمصر بكام دلوقتي؟ مفيش عندنا درجة أولى، وكل تراب تعدى علينا مفيش فيها درجة أولى، وأنت زبون سكة حلو عارف، خدها بقى درجة تانية. ماشي، يبقى اتنين تانية. إيه مش عايز تعرف تمن سكارة كام؟ هاته زي ما يطلع. مالك يا سعيد يا ابني؟ شكلك كده مش مبسوط عشان انا مسافر معاك مصر. لا يابا العفو، الحكايه مش كده اصلا. امال ايه الحكايه بالظبط يا سعيد؟ الحكايه ان الوساخه عمرها ما تسيب البلد دي. يابا انت عندي بعد ربنا سبحانه وتعالى. معقول يعني ابقى جاحد وانسى انت عملت عشان ايه؟ ما انا حاسس ان انت مزرزر كده ومتكهرب، مع اننا مسافرين مصر عشان ربنا يكرمك بوظيفه. ما عشان كده بقول لك ان الوساخه عمرها ما تسيب البلد دي. الواحد عشان ياخد فرصته بالعدل وحسب الكفاءة لا يمكن، لازم الواسطة وبص الايادي. معلش يا سعيد، الدنيا كلها كده؟ حتى لو كانت كده يابا تتغير. وبعدين انا زعلان من حاجة تانية. حاجة ايه يا سعيد؟ قولي. سيادة اللواء اللي اسمه مجدي سلام ده ماله؟ هو ايه اللي ماله يابا؟ انا عايز افهم دلوقتي، هو مستعر مني ولا منك ولا ايه الحكاية بالظبط؟ المفروض يعني يقابلنا في شغله على الاقل. احنا في الاول والاخر بني ادمين زي بعض، وان جيت للحق المفروض يقابلنا في بيته، مش احنا برضه بلدياته ولا ايه؟ ولا يكونش خايف يعني اللي احنا هنوسخ له سجاد بيته؟ يا سعيد يا ابني، الراجل كتر خيره ان هو وافق يقابلنا عشان يشوف لك وظيفه. احنا عايزين منه اغير كده. هو بعدين بقى، هو كان من بقيه عيلتنا ولا احنا من بقيه عيلته عشان يضيفنا عنده في بيته؟ ها؟ وبعدين ده راجل مهم، ده مكانه سري وانت عارف. وبعدين ايه رايك بقى؟ انا مش هرتاح الا في القهوه. ايه؟ طب تقدر تقول لي هو طالبك ليه؟ على فكره بقى، كان ممكن ياخد الورق ده من غير ما يقابلني ولا يقابلك اساسا. يا ابني احنا ما نعرفش ظروفه. طب بلاش، هنشوفه فين ولا نقابله ازاي؟ ده كمان هو كلمني، قال لي اول ما تنزلوا مصر كلمني في التليفون، وبعد كده هنعرف كل حاجه. طب قوم بينا يابا، القطر داخل علينا اهو. تعالى يابا هنركب درجه تانية. والزوم هي ايه بس المصاريف دي كلها يا سعيد؟ مصاريف ايه يابا؟ احنا مش معقول يعني طول عمرنا كده هنفضل في الدين. ادخل يا عاطف. ادخل يا وش المصايب. انا اللي وش المصايب ولا المصايب هي اللي بتتحدف عليا؟ الاوضه دي انا لسه منظفاها ومرتباها امبارح، بس لحقت تنكشها وتبهدلها كده ازاي؟ عايز افهم انت ايه يا اخي؟ هي دي الاستباحه بتاعتك؟ بقول لك ايه يا عاطف، انا مش ناقصاك، ولازم تفهم ان كل الايام مش زي بعضها.
تعالي بس عايزك. خد بالك علاقتك الكبيرة، يعني أقدر أضربك. كنت ضربتي اللي اترزق عليكي في الشارع. ومين قالك إن أنا ما ضربتوش؟ هو صحيح ما فيهوش إصابات، لكن اللي حصل بقى إنما ده أخد حقه زيادة. لا والله يا وحياتك ما خد كفايته. أنا هعمل لك فيه عمايل، هخليه عبرة لكل الناس، حتى عشان بعد كده لو عايزة تمشي في الشارع عريانة الناس ما تبصش عليكي خوفا وأدبا. اختشي قليل الأدب، أمشي عريانة إزاي يعني؟ ما تتلم وتحاسب على كلامك. يا بنت بقول لو، يعني أنت هتمشي عريانة بجد مجازا يعني. هقول لك إيه؟ ما أنت ديك البرابر. طب بقول لك إيه؟ أنا عايز منك خدمة. أيوه اكشف عن نفسك اكشف. عايز أدي هدية لواحد عزيز عليا أوي أوي أوي. وأنت اللي تعمليها. صينية بسبوسة؟ الله ينور عليكي. صينية بسبوسة بالبندق وواحدة كنافة بالقشطة، بس الاتنين يبقوا إيه سوبر لوكس. هات أنت البندق والقشطة وكل اللي يخطر على بالك، والصنعة سيبها عليا أنا بقى. وعزة جلال لله، لعمل لك صينية بسبوسة وكنافة الحلوان اللي بنى مصر ذات نفسها ما يعرف يعمل زيه. عملت قد ايه؟ حلوين، خدي دول كمان يلا اتكلي على الله. كفايه كده، خد يا بت روحي، ربنا يكبر بخاطرك يا رب ويرزقك كده بناس ايدهم فرته ويبعد عنك وشوش العكره كلها. طب مش عايزه حاجه اجيبها لك وانا جايه؟ لا يا اختي مش عايزه حاجه. مبسوط؟ نعم. بلاش يا اختي تقعدي في الشارع لحد ما تكبري، ساعتين ثلاثه بكتير وتنك راجعه. اديكي شايفه ما بعرفش اعمل حاجه من غيرك. طب ما تجيب بضاعه لاي بت وارجع لك طوالي. لا يا هبل، انا عاوزاكي تتكلي على الله تتقوي تتفسحي. اجري يلا روح. طب ان شاء الله مش اتاخر عليك. بنت مبسوطه؟ نعم. وانت راجعه يا بنت عدي على اي مطعم هتشيلك ربع كباب نص فرخه على كيفك بقى. ربنا يخليك لي يا رب. مبسوطه؟ نعم. هتشيلي يا بنت زي اللي هتاكلي منه بالظبط. ماشي. مبسوطه؟ ايوه الرئيسه. خلي بالك من نفسك يا بنت عشان خاطري. المنطقة ده معبي يا ناس يا سراج. ما هو ده المطلوب يا بقى، أول ما الشغلانة تخلص مش عايز أشوف حد في المنطقة كلها، كله على المخزن على طول. مفهوم؟ إن شاء الله كل حاجة هتبقى تمام. يلا اقعدوا أنتوا على القهوة دي وعلى إشارة مني لما الأرنب يجي. ماشي يا معلم. واخرتها يا ابن اصبر. مش كده اصبر. صبر ايه يابا؟ ده لو كان الصبر مكاننا كان زمانه زهق. طق. معلش يا ابني، ده راجل مهم ومشاغله كتير يا سعيد. ايه؟ طب والمهم ده لما كلمته في التليفون ما حددش ميعاد؟ يا ابني ما هو اداني عنوان اللوكاندا وحجزنا فيه. ايه؟ انت مش شفت كل حاجه؟ هو بس عنده مأموريه هيخلصها ويجي لنا على طول. طب نزل نصلي المغرب في سيدنا الحسين؟ هو افرض نزلنا نصلي من هنا وهو جه ما لقناش. ما يستنى يابا. يستنى؟ يستنى ده ايه يا سعيد؟ هو مين اللي عاوز التاني يا ابني؟ انا مش عارف انت مهندس ازاي؟ يا ابني اصبر، وبعدين ده راجل حاجز لنا اوضه بالشيء الفلاني. اللي اقول لي يا سعيد، اوضه زي دي كده يعني تكلف كام في الليله؟ معرفش.
عايز يتأذي يقف ما يتحركش وممكن يتفرج واللي عايز ياخد ثوابين ده ابويا اربط يا محمد جاسوس انا بس يا اخر ارجع اثبت يوه خلاص 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 ارفع يدك ايه هي كلمه ملهاش اخت يا اما هخلي المطوه تحسس على زورك عكست ليه بنت الاصول مش انا اقسم بالله العظيم واحد وزني مين هو اللي وزك يا حماده اللوست معتمد اللي بيصلح التكييفات ويا ترى اللوست معتمد اللي بيصلح التكييفات كان غرضه ايه لما وزك يا حماده وانا ايش عرفني وانا دخلت في غرضه ما تساله هو وشك ما تخافش ما تخافش ما تخافش مش هاذيك بس انا بقى عايزك تعلي حسك وانت بتقول مين اللي وزك يا حماده اللوست معتمد اللي بيصلح التكييفات شاطر يا حمادة لا 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 عيب يا كابتن عيب آه حرام عليك تفضلي في وشي يلا رجالة خليت ولي اليهود حرام عليكم تفكوني طيب أبويا حرام عليكم حرام عليكم العكس ده بس العكس ده بس العكس ده بس ربنا يخليكوا لبعض ربنا يخليكوا لبعض جعانة والله ما اكلت من الاول امبارح فول فول يا باشا فول يا باشا والنبي فول وقع فول يا حاج حلو ربنا يخليه لك ربنا يخليك الفول يا ناس يا فول وعزة اللشمس والقمر مع بعض خد لها فول بقى لا مش عايزينه في حد يقول الفل مش عايزين كده هو مكشر تضرب على وشه عشان يخرجك هو الرئيس معدي ولا ايه مال الاشاره طولت كده ليه احنا عندنا شغل صدقي بالله انت احلى واحده ست شفتها جرايه يا بت يا مصوصه انت فاكراني هبله وهصدقك طب ده معناه لو كنت كدابه ده انت حلوه ودمك خفيف خمسه هاتي بخمسة رغم الحلوة دي وربنا عرفتك وربنا عرفتك مطربة نعناعة صح؟ صح خدي عشان انت وشك سمحة في القبول ربنا يساعدك يا رب ويخليكي فوق فوق والنقطة تغطيكي من فوقك لتحتك طب ما فيش شريط بقى؟ عم فوزي اديها شريط من عينيا يا كروانة جرى يا عم فوزي ما تديها شريط في عبيته ما انت عارفة الشريط فهمت العربية يا كروانة مش مشكلة امسك وعزة اللانشي فول ده انا بحبك قوي مش عارفة يا عم فوزي حسيت انها بتحبني ايوة كده ما هو برضو الواحد لازم يحس اللي لسه حواليه معجبين ايه يا سعيد يا ابني في ايه يا ابني ارحمني عصبتني يا ابني مش كده بقول اللي بيحصل ده غير انساني وما رضيش ربنا هلو اهلا يا باشا يا ابني الباشا يا باشا احنا جاهزين ونازلين نبقى عليك حالا مش عاوزك تقلق بالشغل يا سعيد اعتبر نفسك اشتغلت خلاص وفي الحته اللي تعجبك عايز تشتغل فين اي حته يا سعاده اللواء هو جايب مرتبه الشرف والله يا سياده اللواء البترول كويس وقناة السويس كمان كويسة جداً ده غير طبعاً انت قسم ميكانيكا؟ أيوة فندم مفيش أي مشكلة المكان اللي انت هتختاره هتكون مهندس فيه انت يا سعادة الباشا فوراً بس في شغلانة صغيرة كده حضرتك هتساعدنا فيها يا حاج سطوحي فأنا تحت أمرك يا سعادة اللواء انت تؤمر وأنا نفذ وسعيد قصدي الباشمهندس سعيد هيكون معانا في الشغلانة دي برضو طبعاً يا فندم بس نوعها ايه الشغلانه دي بالظبط مش لازم نعرف الشغلانه يا سعيد سياده اللواء يؤمر واحنا ننفذ والشغلانه دي مش هتكون شغلانه مجانيه ده هيكون فيها فلوس وفلوس محترمه قوي يا سعاده الباشا ما تقلقش احنا خدامينك من غير ايته حاجه حاج سطوحي انت ليك في الحمير مش كده يعني تقصد ايه يا سعاده الباشا مش فاهم الحمير يا حاج سطوحي يعني مش برضو تعرف الحمار الكويس بالوحش المقصل من اللي مش ولا بد بالمناسبة هي الحمير أنواعها ايه؟ الحصاوي وده أحسن نوع وبعد كده بقى فيه الحمار البلدي الحمار الزرايبي الحمار الركوبة والجحش الجحش يا سعادة اللواء هو اللي عليه الطلب
وبعد كده بقى في الحمار القافل و... هو حضرتك بتسأل عن الحمير ليه؟ حضرتك تسأل عن الخيل، مال حضرتك ومال الحمير؟ وعندك فكرة عن الأسعار ولا أنت بتقصه بس يا حاج سطوحي؟ مال يا سعادة الباشا، أنا بقول الله أعرف كل حاجة عن الحمير، أنا شغال معهم طول عمري. هو يعني الحمار دلوقتي لمؤاخذة كده يعمل له يعني من 75 جنيه ل 100 جنيه، ده بقى حسب حالة الحمار لمؤاخذة وشطارة اللي بيشتري. واضح انك خبير يا حاج. من طول العشره مع الحمير لمؤاخذه يا سعاده اللواء. يعني تقدر تعرف الحمار السليم من العيان والعجوز من الصغير؟ يعني بعون الله ابص بصه من دول للحمار اعرف اتولد امتى واذا كان لمؤاخذه عيان ولا سليم، وظهره خفيف يعني بيقمص ولا ظهره متين يشيل. على كل حال احنا نكمل اكل ونكمل الموضوع ده في مكان هادي ما يكونش حد حوالينا. هو انت صحيح سلطت حماده بن الزايد يا عجز بنت ربيع الحلواني؟ لا، هو مين اللي قالك عن مرسي؟ علقوه في الحاره. مين اللي علقوه؟ روح اساله. وانا اللي كنت فاكرك طيب وابن حلال وبتاع ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ما تسيش الظن بقى يا عم مرسي، ان بعض الظن اسم. من هنا ورايح اوعز نفسك، المنطقه كلها ما لهاش سيره غير ابن الزايد وانت معاه. وانا بدعي عليك الهي تسهر عينك سنين. على من تلعب يا طيري، ده انا ممكن اقص ريشك لو ناوي تحب غيري، من نظرة عينها حوشك وهمشيك على العجيل وهدوخك سنين. وهمشيك على العجيل وهدوخك سنين. اياك تلعب بقلبي، هتروح من قلبي فين؟ هتروح من قلبي فين؟ طب معلش حضرتك، عاوز مننا ايه بالظبط؟ زي ما قلت لكم، مطلوب 10,000 حمار وحمير حصاوي من احسن نوع. ايه ده، انا كنت فاكر سعادتك يعني بتتفكه معانا. هو حضرتك بتتكلم بجد؟ طبعا جد. ومال انا جايب السيد الوالد ليه؟ جايبه باعتباره خبير. ولازم انبه على حاجه مهمه جدا، العمليه دي سريه للغايه. لا ما تقلقش سعادتك، اطمن خالص. بس يعني لا مؤاخذه سعادتك، انت محتاج 10,000 حمار تعمل بيهم ايه؟ الاول نقدر نلم 10,000 حمار؟ ايوه نقدر، بس كده يعني محتاجين ان احنا نلف بره مصر كله ابلي وبحري. مش كده وبس يابا، سعر الحمير بالطلب عليها هيرتفع قوي، ده كده ممكن سعر الحمار الواحد يوصل ل 200 جنيه او ممكن كمان يزيد. دي ملاحظه ممتازه يا باشمهندس، ولازم ناخدها في الاعتبار. ده غير ان الحمير المطلوبه لازم تكون صحتها كويسه وقويه، دي هتبقى حمير حرب. حمير حرب؟ هي الحمير يا باشا تنفع تدخل حرب اليومين دول؟ عشان الشغل المطلوب فيها هيكون في الدال. تقدر على المهمة دي يا حاج سطوحي؟ إن شاء الله. اطمن خالص يا سعادة اللواء. طب معلش يا سعادتك، أنا لازمتي إيه في عملية زي دي؟ أنا ليا في الهندسة وبس. ما دي هندسة برضه يا باشمهندس، هو هجمع 10,000 حمار مش هندسة برضه. يعني أفهم من كده إن سيادتك بتكلف الوالد بالعملية دي والمطلوب مني اللي انا اساعده في تنفيذها؟ مش كده بالظبط، بس العمليه دي مسؤوليه كامله بينك وبين والدك، ده اذا قابلته بيها. ايه ما نقبلش بيها ليه يا سعاده الباشا؟ على الاقل يساعدني بدل ما هو قاعد على المستر طول النهار. على ما الوظيفه تجيله. بس لا مؤاخذه يا باشا، يعني الرسمال الفلوس حاضره وجاهزه وهتكون تحت امرك، المبلغ اللي هتطلبه هيوصلك في ساعتها. كده تمام. سعيد. نعم. زي ما قلت سعر الحمار ممكن يوصل 200 جنيه، وإذا السعر فضل ثابت ففي مصاريف نقل وسفر وعاشة حمير، يعني السعر ممكن يوصل ل 200 جنيه. لا يا سعادة الباشا لا مؤاخذة، السعر كده هيبقى الطقطقة. أي ما هي قلت لك من الأول إنها عملية مقاولة، واعتبر يا سيدي نفسك مورد ولازم تكسب. خلاص استبينا يا سعادة اللواء، وإن شاء الله هنشرفك. نقرأ الفاتحة.
سعيد، بكرة الصبح توصل لوالد المحطة يحضر أموره ويجهز نفسه وتجيلي على المكتب، في تفاصيل مهمة قوي لازم نتكلم فيها. طب نستأذن سعادتك اللي احنا لازم نروح البلد النهاردة، يعني ما كناش عاملين حسابنا على البيت وكده، لكن إن شاء الله من بكرة الصبح بدري هكون عند حضرتك. اللي تشوفه سعيد. أنا مش عارف أرد جميلك إزاي يا راجل. اللي أنت عملته معايا ده رد اعتبارنا وعامل لنا قيمة. لولاك الناس كانت ركبت ودلدلت رجليها. ولسه الدور على بتاع الفريون معتمد ده. أنا معاك يا صاحبي ودراعك اليمين. وأنت عارف ده كويس. ده العشم يا راجل. جميلك فوق راسي. جميلك أنت اللي فوق راسي يا عاطف. بس أنت تلاقيك مش فاكر. افتكر. افتكر إيه؟ افتكر أول يوم شفتني فيه في حياتك لما جيت لك هنا اهو في الحتة دي هي وقلت لك الحقني اديني لقمة ينوبك فيها ثواب مش قادر أصلب طولي من الجوع والتعب. ساعتها طلعت لي 5 ساغ من جيبك وقلت لي خد شبرق نفسك فول وطعمية وتعالى خد الحلو من عندي. اليوم ده سعاطف هو اليوم اللي هربت فيه من الدنيا عشان ما عرفتش أحبها ولا عرفت أحببها فيا. بس اللي انت عملته معايا يا رجب اكبر 10 مرات من اللي انا عملته معاك. احسبها زي ما تحسبها. المهم اللي انت عملته معايا ملوش زي. كفايه ان انا جيت لك وخليتني انام جنب الشجره ديت في وقت كنت بتنشا فيه على نومه ولو ساعه واحده في حته فيها امان. وكفايه كمان ان انت سديت جوعي. في وقت كانت الناس كلها بتطردني كاني كلب سعران. وانا لحد دلوقتي ما اعرفش انت عملت كل ده ليه ولا انا عارف يا فرخ. بس لما بصيت في وشك ودققت فيه صعب عليا ولحد النهارده مش عارف ليه. وانا كمان حبيت اعمل حاجه تبسطك وما تسالنيش ليه. عاشت الرجوله يا فرخ. أنا في الأول كنت فكر إن الفرح ما أشفر لما لقيت الناس على قد حالها. وفي أجدع منهم؟ دي النقطة كانت نازلة على راس ست النعناعة ما شاء الله تقولش مية دش. بصراحة الناس كانت حلوة قوي النهاردة والليلة كانت زي الفل. من أول البت بيعت الفل مش صح يا عم فوزي؟ مين البت بتاعت الفل دي؟ بت بتبيع فل كده في الشارع اشتريت لي منها كم عقد فل بس بعت لي حتة دعوة حلوة قوي. هي قالت ايه يا عم فوزي؟ قالت إله النقطة تغطيكي من فوق لتحت وربنا استجاب لها. اسمع يا عم فوزي اي مرة تشوفيها البت دي لازم تشتري منها فل فاهم؟ من عينيا يا كروانة. حاضر. طب ما تقولوا لنا فين مكانها عشان نروح نشتري منها فل يمكن ربنا يكرمنا. طول ما انتوا شغالين معايا ربنا هيكرمكم اخر كرم. يلا بسم الله. صدق اللي حصل لابو قرن يا سي رجب؟ حصل له ايه يا سي قرف؟ مش قتل واحد عايره بيك والحكومه مسكته؟ طب ايه رايك بقى انه صعب عليا؟ خبر عكر زي وشك. موسيقى
اتفضل يا سيدنا. يزيد فضلك يا ابني. حصلت لنا البركه يا سيدنا. الله يبارك فيك. احنا قاصدين بيت ربيع الحلواني، ما حدش يدلنا عليه يا اولاد. يا سلام يا سيدنا، ده انا اشيلك فوق راسي واوصلك لحد البيت. اتفضل. الله يبارك فيك. اتفضل. يزيد فضلك يا بنتي. يزيد فضلك، متشكرين قوي. العفو على ايه؟ اتفضل. اطفي السيجاره يا ابني. هو سيدنا جاي يعمل ايه ببيت ربيع الحلواني؟ في ليه بيصعب جوازه؟ تبقى البنت الكبيره نواره. وعايزها لنفسه ولا حد من اللي معاه؟ لنفسه. ايه يا بنت، ده متجوز اتنين يبقى فاضل له اتنين. هو لسه في نفس؟ ما هي نوره هترجع له النفس يا عبيطه. ما البنت فايره. يا خبر بفلوس، بكره يبقى ببلاش. على رايك. بسم الله ما شاء الله. انت بقى نواره ولا اختها الصغيره؟ اختها الصغيره يا سيدنا. طيب والدك موجود ولا خرج؟ موجود. قولي له في جماعة ضيوف جايين عاوزين يشربوا عندك شاي. طب أهلا وسهلا، اتفضلوا. يزيد فضلك، يا ترى بقى عاطف أخوك موجود ولا يعني خرج؟ لا موجود، بس هو نايم، أصله بيسهر ويصحى براحته يعني. طب صحي عشان لازم يحضر الحديث من أوله. اتفضل. يا ساتر يا ساتر. الله 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 الله، ألف هنا يا سيدنا. ربنا يكرمك. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا طبعا جايين النهاردة بربطة الإيه؟ المعلم. المعلم. وعارفين إن أخونا معتمد ده عمل عملة ما يرضاش عنها لربنا ولا العباد، وعلشان كده الغلط راكبه من ساسه لإيه؟ لراسه. دي قلة أدب وسفالة. أنت لازم تتربى. أنت ليك عين أصلاً تخش بيتنا يا بني آدم يا عديم الرجولة؟ يا أخ عاطف لازم تحترم الشيخ شفيع شوي. احترم وجودنا يا أخي. نقي ألفاظك. الشيخ شفيع على عيني وراسي، لكن الراجل ده أنت ليك حق يا ابني إن أنت تغضب، بس مش بالطريقة دي. خليك زي والدك ماسك نفسه وأعصابه هادية. يا سيدنا ده عامل فيها شيخ وكمان عامل صاحبي، دايما واخد باله مني ويدور عليا في الجامع ويسألني عن أحوالي. أنا عاوز أعرف هو ليه عامل معايا كده. إن الله مع الصابرين. ما أنت لو صبرت هتعرف كل حاجة. هي معتمد، هتتكلم أنت ولا أتكلم أنا؟ البركة فيك يا سيدنا. شوفوا بقى، معتمد قاصد خير، يعني يصلت واحد فالت اهله ما عرفوش يربوه عشان يتنازل على بنات الناس وتقول لي خير. بسم الله من الشيطان الرجيم، استغفرك ربي واتوب اليك. يا ابني اهدى اهدى شويه، ما تتكلم معاه شويه. ربيع عاطف يا تقعد ساكت يا تطلع بره. انا مش عاوز يطلع بره، انا عاوز يقعد يسمع الكلام من اوله لحد اخره، وبعد كده قول اللي انت عاوز تقوله. شوفوا بقى، احنا زي ما بيقولوا كده نجيب الكلام من الايه؟ من الاخر. من الاخر. معتمد كان بيختبر بنتكم. يختبرها ازاي يعني؟ هو بصراحة ربنا كده كان حاطط عينه عليها من زمان في الحلال، يعني كان قاصد انها تكون ام ايه؟ عياله. ام عياله. لكن تقول ايه بقى؟ الشيطان لعب بدماغه. الشيطان لعب بايه؟ بدماغه.
هو كان عاوز يتأكد من متانة أخلاقها. ده أغبى خلق الله. يا أخ عاطف، يا أخ عاطف، الراجل في بيتكو. أي نعم هو غلط، بس يعني بس غبي. اسكت يا زفت يا عاطف. يا سيدنا، يعني لو كان هو قصده غير كده مفيش طريقة تانية غير إنه كان يتسبب في بهدلة بنتنا في الشارع؟ هيبقى في طريقة تانية إزاي وهو غبي؟ يا ابني أنت ماسك له غبي غبي غبي. الله، خلية ربنا، هنعمل إيه؟ صراحة ربنا هو دماغ معتمد زي الفل، لكن تقول إيه بقى؟ عامل زي الدبة اللي قتلت صاحبها. لكن هو كله سذاجة وطيبة ووفاء، وده يتحسب له مش يتحسب عليه. طيب انت عايز ايه دلوقتي بقى يا سي معتمد؟ ما تتكلم يا معتمد. يعني انا بقول عفا الله عما سلف، و زي ما الاستاذ عاطف قال يعني كانت غباوه مني، وانا جاي انا وسيدنا الشيخ شفيع عشان قصدي خير، وانا يعني جاي علشان نسامحك، مش كده؟ خايف لا يحصل فيك زي ما حصل في ابن الزايد. اقسم بالله العظيم ما خفت. طيب طالما انت مش خايف جاي هنا تعمل ايه؟ وليه بتحرج الناس دي معاك؟ انا جاي عشان اطلب ايد اختك نورة. ايه ايه ايه؟ تطلب ايد مين؟ اذا كان انت اولك زفت وقطران اخرك هيبقى ايه؟ على فكرة انا مش عايزيك عشان الناس اللي معاك. يا ابني استهدى كده بالله. ويا ترى بقى اختي نجحت في الامتحان ولا سقطت؟ ولو نجحت المجموع بتاعها هيدخلها عصمة حضرتك ولا محتاجة اعادة؟ طيب الواد ابن الزايد مش على هواها، افرض حد عكسها وكان على هواها مش كانت ممكن تتجاوب معاه؟ ساكت ليه؟ ما تنطق. انا في بيتكم يا سعطف. هو في حاجة حشاية عنك غير ان انت في بيتنا والحماية اللي معاك؟ ما تتكلم تقول حاجة يا عم ربيع. بصراحة يا سيدنا ابني عنده حق. اخويا شرفت اخواتك البنات وكبرت اصله. لولا الشيخ شفيع والشيوخ اللي معاه كان زمان دخلتك عليه وخليتك تضربيه بالجزمه على قفاه. وانا لزومي ايه بعد اللي انت عملته فيه؟ ايه ده، انت عرفتي اللي انا عملته؟ امال ده انا وامك واختك تقدر تقول كده كاننا كنا معاكم بالظبط. سمحنا كل كلمه كل همسه، ده باين علي بارد وسقيل. انت اتغتاتة على راي المثل، السقيل تتف في وشه يقول الدنيا مطرت. زيه وشكله. ايه ده، انتوا ما تعرفوش شكله؟ وانا اشوفه فين وامتى؟ هو انا اعرف مين اللي عكس اللي ما اعرف مين اللي سلطه؟ ايوه بس انت لازم تاخدي بالك شويه على فكره. والله العظيم ما خليها بالي، بس اعمل ايه بقى؟ الناس عينيها فارغ، ذنبي ولا ذنبي؟ نوارة، انا ممكن امنعك من الخروج من البيت بس انا مش هعمل كده، بس انا عايز اشوف كل اللبس اللي بتلبسيه عشان اوافق عليه من دلوقتي لو عايز. انت عارف اخواتك البنات سواء انا او تغريد نموت في الحشمه. هدية. حضرتك انا سعيد القصاص في ميعاد مع سياده اليوم.